ماذا بعد سيد المقاومة؟ تكثر الأسئلة والعالم يراقب استمرار القصف الإسرائيلي، ولكن جبهة الجنوب اللي يديرها حزب الله ما زالت متقدة. الحروب تقيم بالنتائج، عندما تريد أن تشن حربا يكون لك أهداف معينة. الإسرائيلي الآن يقول أن أهدافه كذا وكذا وكذا، وأضاف عليها أهداف أخرى. لنسلم جدلا الآن أن الإسرائيلي تفوق بالقدرة والتكنولوجيا والضربات النوعية والاغتيالات، وظن أنه قضى على قدرات حزب الله ودخل وتوغل يا سيدي، وأنت لا تتمنى. نحن نتمنى أن يدخل الإسرائيلي، وسنرى إذا كان الإسرائيلي يستطيع أن يواجه مقاتلي حزب الله. لكن هذه طبيعة المعركة التي أرادها حزب الله، لم تكن معركة بمعنى أنه يريد أن يشن الحرب. هو قال منذ اليوم الأول لا يريد حربا واسعة ولا يريد حربا شاملة، هو يريد الإسناد والنصرة لغزة. الشيخ نعيم قاسم اليوم ذكرني بمحمد سعيد الصحاف، ذكرني بمحمد سعيد الصحاف الذي كان يخاطب العلوج الأمريكيين قبل أن يدخلوا إلى العراق بساعات معدودات. هذا المشهد اليوم، كلام الشيخ نعيم قاسم، ذكرني بالوزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف الذي كان يتحدث عن قتل الأمريكيين هؤلاء العلوج لو كذا وكذا وكذا. بعد ساعات قليلة كان الأمريكي سيد بشارة إن غدا لنظره قريب، لو حزب الله بإمكانه يوصل الصواريخ. أولا هذه صواريخ عمياء ولم تقتل ولا إسرائيلي، استحليت أنا أشوف إسرائيلي قتل على يد حزب الله. حاجة نفشت على الناس يا أستاذ، هذا الكلام لا يعني لا يمثل الواقعية.